السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، طلبة مدرسة المتفوقين صف الأول المتوسط، اليوم راح نبدأ وياكم بالمحاضرة الثالثة من اليونت الخامس، وراح تكون هاي المحاضرة هي عبارة عن lesson 4 activity book 58، وهي محاضرة جدا جدا مهمة للطلبة في حياتهم العملية والأكاديمية. We've been everywhere. عندنا طبعا هاي ال project making. جاسم and داليا have been everywhere. They've been written a song about their journeys. داليا وجاسم كانوا كل العالم مروا، فكتبوا يعني أغنية. الأغنية مالتهم للإطلاع لبقية الطلبة، لكن أكو كلمات مهمة لازم يعرفوها. هاي الأغنية موجودة بالليسنينج، واحد يقدر يستمع لها. I've been to England. I've been to France. كنت في إنجلترا وفرنسا. يعني الطلبة يكون يعرفون أسماء البلدان: فرنسا، إنجلترا، أستراليا، أمريكا، جابان. What about you؟ ماذا عنك؟ I've been to India. الهند، عمان، سبين، ويلز، and but now I am home again. I've been in a rocket. أنا كنت في صاروخ. rocket كلمة مهمة هذا الفصل، صاروخ. I've been on a boat. شنو البوت؟ احنا ما أخذي الطلاب كون يعرفوه. I've been around the world. العالم، كلمات هاي الكلمات المهمة، العالم. Been to the moon. القمر. But now I'm home again. I've been to mountains. كلمة mountains مهمة، جبال. And I've been to the lake. أيضا كلمة مهمة معناتها البحيرة. To the sea. البحر. Going to the farm. المزرعة. Are you coming with me? هاي كلمات كلها مهمة. الغرض من هاي الأغنية هي الكلمات، والغرض أيضا تعلم الطالب أنه كيف يقول I've been to. أنا كنت في. I've been to. أنا كنت في. الأكتيفيتي بوك اللي هو صفحة 58 يتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية تكوين السؤال اللي هو يسموه WH question. سؤال WH. ليش يسموه WH؟ لأن يبدي بكلمة تبدي بWH. هاي WH. مثلا where، مثلا which، مثلا what، مثلا who، إلى آخره. طبعا بال يعني ما موضح لنا بالكتاب صورة بسيطة. Where does Emily come from؟ الإجابة he comes from France. Question: Which countries have you been to؟ ما هي البلدان التي كنت بها؟ I've been to Kuwait, Bahrain and England. الطالب لازم يجاوب عن هذه الأسئلة، أو لازم يسأل عن هذه الأجوبة. هو جواب يسوي سؤال، طبعا هو underlined، يعني مخلي لك خط جوا اللي تسأل عنه. سميرة وعبد الله ماذا؟ هسه نجي إلى شلون إحنا نكون السؤال in the first place. البداية grammar 5، grammar unit 5 part 3، كيفية تكوين ال WH question. إحنا نسميه WH question، سؤال الاستفهامي، مو سؤال الـ yes no question أخذناه اللي هو يبدي بفعل مساعد. هذا سؤال WH يبدي بكلمة WH، أدوات استفهام. من أجل تكوين السؤال يجب أن نعرف أدوات الاستفهام. لازم نعرف أدوات الاستفهام ونحفظها. واجب على الطالب وأولياء الأمور أن يتابعوهم لحفظ جميع أدوات الاستفهام اللي هي كالآتي. What معناتها ما أو ماذا؟ تسأل عن غير العاقل. Where معناتها أين؟ تسأل عن المكان. Why معناتها لماذا؟ تسأل عن سبب. When معناتها متى؟ تسأل عن الوقت. Who معناتها من؟ تسأل عن العاقل. وhow كيف؟ تسأل عن الحال. طبعا أكو بعد إضافات how often، how old، إلى آخره. أكو بعد أدوات استفهام ممكن يندمج، لكن اللي نريده حاليا هذا، اللي نريده حاليا هذا، إضافة إلى which، إنه نضيف يكون سبعة.
which هم أيضا معناته مثل الوات ما أو ماذا. ملاحظات notes. لتكوين جملة استفهامية نتبع الملاحظات التالية. شلون نكون الجملة الاستفهامية؟ وبعدين نعطي مثال. الطالب ممكن ما يفهم حاليا، لكن من يشوف المثال يفهم، فكون يراجع الفيديو مرة أو مرتين. نبدأ الجملة الاستفهامية بأداة استفهام مناسبة، يعني أدوات الاستفهام هذني نخلي الجملة الاستفهامية بالبداية، الأداة الاستفهامية نخليها بالبداية اعتمادا عليه من على الشيء اللي نسأل عنه، بعدين نحكي. ثم نضع الفعل المساعد، بعدين ورا هاي نخلي فعل، ورا هذا نخلي فعل مساعد. الفعل المساعد عندنا نوعين. نشوف الجملة الأصلية اللي هي الجواب، مثل ما شفنا هاي احنا عليه ما نعتمد، نعتمد على هاي الجملة الأصلية اللي هي هاي اللي راح نكون هنا سؤال على ضوءها. إذا بيها فعل مساعد is, are, am, was, were، ذني أجيبه أخليها فنضعه دون تغيير، نخلي بعد الجملة. يعني مثلا هنا نخلي أداة استفهام مناسبة، وبعدين عندنا R كلمة، هنا R مو موجودة، نخلي وراء أداة الاستفهام R مباشرة. أما إذا لم تحتوي على فعل مساعد نضع أحد هذه الأفعال. إذا ما بيها فعل ما بيها هذني كلهن، شو نخلي؟ نخلي do, does, did، واحد من عندهن، واحد يا ما do يا ما do. علي من نعتمد شلون أخلي؟ أختار حسب زمن الجملة وفاعلها. إذا كانت الجملة بالماضي موجودة مالتنا نخلي did فقط، وإذا كانت الجملة مضارع نخلي يا إما do يا إما does. does إذا كان عندنا they we you و I do تجي، يعني تأتي do مع الفاعل إذا كان الفاعل هذا واحد من هذين. إذا كان الفاعل نخلي do أو ما ينوب عنهم، يعني they مثلا جون وعلي اثنيناتهم من نقول عنهم they يكون هيج. نخلي does إذا كان الفاعل هي أو شيء أو it أو شخص مفرد، مثلا جون، علي، سامر، فاطمة، إلى آخره. بعد ذلك نضع الفعل الفاعل من الجملة ثم التكملة. يتم حذف المراد السؤال عنه. مثلا ناخذ مثال من يجيك بالسؤال، طبعا السؤال يعني مثلا بالامتحان أو غيرها. علي is in the room. In the room هذا جار لك جواه خط، يعني هذا اللي تسأل عنه. على ضوء اللي تسأل عنه نخلي أداة الاستفهام المناسبة، يعني in the room المن يشير مكان، لو زمان، لو شخص، لو وقت. لو المن يشير إلى مكان، لازم احنا نعرف هذا مكان. شنو اللي يسأل عن المكان؟ نعرف يا هي اللي هي الوير. احنا حسب القواعد مالتنا التكوين نضع الجملة، نبدأ بأداة استفهام، نجيب الوير نخليها هنا. نشوف بالجملة عندنا فعل مساعد، اي والله عندنا، اللي هو is. نجيب الis نخليها، بعدين نجيب العلي نخلي الفاعل حسب القاعدة مالتنا. هنا نضع الفاعل، بعد ذلك نضع الفاعل من الجملة، هذا الفاعل خليناه. ثم التكملة، عندنا ما عندنا نخلي أداة استفهام. نجي مثال آخر، سامر plays football، سامر يلعب كرة القدم. المراد المسؤول عنه هو شنو؟ فوتبول. فوتبول شنو؟ غير عاقل، شيء غير عاقل. نستخدم شنو؟ what. إذا نخلي what. عندنا is و are و am، ما عندنا، ايش عندنا؟ عندنا بس فعل رئيسي. إذا نخلي do أو did أو does، عندنا ثلاثة نختار واحدة. ايش راح نسوي؟ هاي بالماضي، لا، إذا ما نخلي did. هذا بيمن بالمضارع، بالمضارع إذا عندنا s يعني شنو؟ وهذا مفرد، يعني نخلي does. خلي does، بعدين نخلي الفاعل، بعدين نخلي الفعل، لكن نشيل الاس من عنده لان اخذتها الدز.
إن شاء الله واضح. أولا المراد السؤال عن الفوتبول تحت خط نخلي وات، نقول ماذا لعبه. بعدين ما عندنا أداة، ما عندنا إز أو آر أو آم، شو نشوف؟ نشوف الفعل بالماضي أو بالمضارع. الفعل بالمضارع، الفعل بيمن بالمضارع لأن ما بي إي دي. شو نخلي؟ نخلي دز، ليش؟ لأن بي إس. بعدين نكمل الجملة نقول سامر وراها بلاي. They went to the park yesterday. ذهبوا إلى الحديقة البارحة. إذن البارحة يمكن تشير على مكان لو زمان لو شخص، تشير على زمان اللي هي البارحة. إذن نستخدم شنو؟ المتى، وين. أوكي نجي إلى، نخلي وين. أول ما نخلي وين نجي عندنا زوار وآم، ما عندنا. عندنا شنو الفعل؟ عندنا went، لازم نميز الفعل مال الجملة. عندنا شنو؟ went. went بالماضي، الماضي مال go. ما دام went هي الماضي مال go، نخلي شنو؟ الفعل المساعد did. بعدين نخلي الفاعل they، بها طبعا نقص اي، خلوها الطلاب they. بعدين شنو الفعل؟ نرجع للمضارع مالته. الفعل نرجع لمن؟ للمضارع مالته، هاي بالماضي. بعدين نكمل الجملة. من تصير الجملة القاعدة راح تصير هنا مالتنا، القاعدة مالتنا راح تكون لازم يكون الفعل بيمن بالسؤال. هاي ملاحظة، يعني يكون الطلاب يكتبوها ويا بقية الملاحظات. يعني هاي وصلنا هنا، يتم حذف المراد عنه، يضيفون ملاحظة، يكتبون يكون الفعل في السؤال، الفعل في السؤال بالمصدر فقط، يكون الفعل في السؤال مصدرا. يعني من نخلي ديت الفعل هنا مصدر، لازم نخلي داس الفعل هنا مصدر، لازم نرجع للمصدر. important words، كلمات المهمة بهذا اللسن اللي هي everywhere، rocket، journey، famous for، boat و plane. هاي يكون يترجموها ويحلوها بقية الطلاب. هسه نجي لمن؟ نجي للتمرين اللي عندنا. The messages are from، the messages are from عبد الله. نجي نحل السؤال. From سميرة and عبد الله، جار لك خط جوا سميرة وعبد الله. طبعا هنا المراد السؤال عن اللي هو from مكان. من يصير من وسميرة وعبد الله صار عندنا من، من صار عندنا من وسميرة عبد الله صار عندنا يسأل عن مكان، يسأل عن مكان الرسائل منين. إذا نخلي where نخلي كلمة where. بعدين عندنا ار از وار وام، عندنا ار، نخلي الار. بعدين نخلي الفاعل اللي هو دائما الفاعل بداية الجملة، the messages، the messages. بعدين شنو؟ نكمل. شنو اللي بقى عندنا؟ أخذنا الآر، طبعا هو هاي تنقلب، هاي تصير هنا. أخذنا الآر، بقى عندنا from، نخليها from، ونخلي علامة استفهام where are the messages from. طبعا سميرة اللي تحت خط السؤال عنه هذا شبي اللغة، لازم يجب حذف المراد السؤال عنه هذا. نجي نقول خالد was with his brother، مع أخيه. المراد السؤال عنه منه؟ his brother. his brother إنسان عاقل. نقول هو، عدنا is are am or was aware. نعم عدنا was، هاي نخلي was. بعدين نخلي الفاعل اللي هو خالد، هذا خالد. بعدين شو نخلي؟ نخلي البقعة عندنا، البقعة عندنا بس الوذ، هاي الوذ. علامة استفهام. his mother، العفو his mother، قلت his brother، his mother ينحذف. ليش ينحذف؟ لأن
المطلوب السؤال عنه وهو تحته خط دائما. المطلوب السؤال عنه تحت خط وهذا ينحذف بالسؤال. زبرا كم فروم افريقيا؟ افريقيا. زبرا ادنى افريقيا. افريقيا مكان. نقول وير. افريقيا هي شنو؟ مكان. نقول وير. وير بعدين عندنا الزؤار وما عندنا كم. الكم بالمضارع لان الماضي مالتها كيم. شو نخلي لها؟ نخلي دو. ليش اخذنا دو؟ ليش اخذنا دو؟ لان هذا جمع. او سبب ثاني لان هذا ما بي اس. بعدين نكتب الفاعل اللي هو زبرة. بعدين شو نقول؟ نقول كم. نخلي الكم ونخلي فرام علامة استفهام. الكم المصدر علامة استفهام. وهكذا بقية الجمل يعني يجب أن يحلها الطالب زين. وإذا عندهم أي مشاكل أتمنى يكتبون المشاكل مالتهم ويراسلونه على التليجرام أو يراسلونه على اليوتيوب نفسه على الفيديو. يكتبون إذا أكو مشاكل فقط بهاي الجمل مو مشاكل عامة. إذا ما يعرفون الجواب مال هاي الجمل حتى إن شاء الله نحلهن لكم وندزهن كلهن. إن شاء الله استفاديتوا بهاي المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.